لا، وتعليقي زي ما قلناه في الندوة، وزي ما قلت في حديثي مع أحد الشقيقات، يعني إنه اللي بيحدث في سيناء لا ينفصل عن ما يحدث في مصر كلها وفي الوادي والدلتا، وهو إنه من تم مواجهتهم وهزيمتهم في القاهرة وفي المدن الرئيسية لجأوا إلى سيناء وانتهزوا طبيعة المنطقة السيناوية المخلخلة السكان والمهجورة منذ مدة لكي يختبئوا فيها ولكي يستعيدوا التقاط أنفسهم ولكي ينقضوا على الدولة المصرية ممثلة بجيشها وشرطتها. وبالتالي ما يحدث في سيناء هو انعكاس لما حدث وما زال يحدث في الوادي والدلتا. المواجهة الأمنية ضرورية ولكنها غير كافية. شروط الكفاية تتوفر حينما تعمر سيناء وحينما يساهم الشعب في داخل مصر وفي داخل سيناء مع القوات الأمنية مع الأجهزة الأمنية في مواجهة التطرف والإرهاب. نعم، لأن هم وجدوا في سيناء ملجأ آمن في المدن المصرية في القرى المصرية، يمكن أن تلاحقهم السلطات ويمكن أن تطاردهم ويمكن أن تحاصرهم ويمكن أن تقبض عليهم وتضعهم في المعتقلات والسجون. إنما في سيناء لديهم هوامش أكثر من الحرية والحركة، وبالتالي بيحدث ما يحدث ونواجهه هذه الأيام. الحلول بقى في سيناء التهجير ولا التهجير؟ لا، أنا ضد التهجير، وهنا بختلف مع المسؤولين المصريين، لأن التهجير هو تسليم ضمني بالهزيمة، إنه مجموعات متشددة تجبر الدولة المصرية أن تهجر سكان يعيشون في هذه المدن والقرى منذ مئات السنين إن لم يكن آلاف السنين. فده معناه إن هو اللي بيملي عليك استراتيجيتك. الحل في رأيي أن يتم تمكين هؤلاء الناس من مصائرهم ودعمهم بالتنمية، دعمهم بالسلاح وزيادة الأعداد التي تقطن سيناء وتعمر مؤسستها. طب حضرتك شايف ان في سيناء آيات خارجية ومخابرات؟ طبعا، يعني مش بس في سيناء، في مصر كلها الوقت العالم أصبح قرية كونية واحدة، وبالتالي كل القوى الخارجية أصبح في إمكانها أن تتغلغل وتخترق أي مجتمع وأي دولة. يعني أنت من يعني مصر قادرة أن ترسل عملائها إلى أي مكان، إلى إسرائيل، إلى أمريكا، إلى أوروبا، والعكس صحيح، هذه الدول تستطيع أن ترسل عملائها إلى الداخل المصري بما في ذلك سيناء.